يستثمر مع الناس النزهاء الوطنيين باش يربح شيء طبيعي. الانسان يقول انا ما نربحش، هذا ماشي تاجر ماهوش مستثمر، ولكن تربح معك البلاد كذلك، نربح مناصب شغل، نربح العمله الصعبه تدخل. اذا فيه الى يومنا هذا اليوم اللي نكلمكم فيه، في ظرف 14 شهر 9400 مشروع استثماري. اللي يحب يستثمر ما يفوت لا على رئيس بلديه ولا على رئيس دائره ولا على والي ولا على وزير ولا يحزنون. انا التزمت يوم اداء اليمين الدستوريه ان نلحق الى 20,000 مشروع استثماري. ممكن كل واحد يدخل في المشروع هذا سواء كان في الداخل او في الخارج.